أبو نواف، أنا ترى شفت حاجة زي كذا في معلومة قبل، قالوا إن هذا البروتوكول حق الديوان أو شيء من هالقبيل. المعلومة دي صحيحة؟ صحيح، نعم. كل بشت له يوم معين؟ نعم نعم، هذا عشان أبسط لك الموضوع. حلو. الأبيض يوم الجمعة. أيوة. الأشقر يوم السبت. الليموني يوم الأحد. العودي يوم الأثنين. الأسود يوم الثلوث. الشاهي على حليب يوم الربوع. البيج يوم الخميس. يعني معلومة أكيدة. نعم، وحنا نشتغل فيها، حنا نأمنها، أنا أأمنها. طيب واللي يخالف البروتوكول هذا مثلا؟ لا، ما هو مسألة إنه يخالف، ولكن ناس مشت على هالشيء، والناس تحب إنها تكون دائما يعني في منظر متناسق أو متناغم مع ما حولها. السلام.